السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. بناء على طلب حضراتكم النهاردة هنحل مشكلة كيفية فتح الهاتف لو نسيت النقش أو كلمة المرور بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، وبدون فورمات أو روت، وبدون فقد أي صور أو أي فيديوهات، بطريقة سهلة وبدون فقد أي شيء. اول حاجة هنبدأ نخش على النقش بالشكل ده. هيبدأ يقول لي النقش خاطئ او كلمة المرور خاطئة زي ما احنا شايفين دلوقتي. هنبدأ نخش ونطبق الطريقة بتاعتنا. هنبدأ نخش على حاجة اسمها مكالمة الطوارئ بالشكل ده كده. هنبدأ نكتب الكود ده، ولكن تكتب الكود بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم. اول حاجة هنبدأ نضغط على الشباك ونبدأ نكتب الكود ده، ولكن نتأكد انه كاتبه بشكل صحيح. 4 7 1. ولو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، وما تنساش رأيك في خانة الكومنتات تحت لانه يهمني جدا جدا جدا. اهم حاجة تكتب الكود ده بشكل صحيح. 1. والكود ده ايضا بيعمل تسريع الموبايل، بيعمل على تسريع الهاتف وبيقوي الشبكة. 4 5. ليه اكتر من استخدام، وحاجة وكود ممتاز جدا يعني. 9 5 8. 1. 4. 7 7. 4 1. والطريقة دي مجربة على 90% من الموبايلات. طريقة سهلة وبسيطة وطريقة جميلة وناجحة. 6 9 1. والعلم احيانا الطريقة دي بتشتغل من تاني مرة، يعني لو مشتغلتش معاك من اول مرة هتشتغل معاك من تاني مرة عادي جدا. 6 5. واحد 4. سبعة 9 9. 4 7 5. هنبدأ نضغط على الشباك ونبدأ نعمل إعادة تشغيل الموبايل مش إيقاف تشغيل. هنعمل إعادة تشغيل الموبايل مش إيقاف تشغيل. هيبدأ الموبايل يراستر معانا وهيبدأ يفتح بدون طلب نقش أو باسورد. والطريقة دي لبعض أنواع الموبايلات مش لكل الموبايلات. لو الكود ده ما نسيبش نوع الموبايل بتاع حضرتك، حضرتك بتسيب لي نوع موبايلك بالتفصيل في خانة الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله هعمل عنه فيديو.